صواعد خير مستغانم اجتمعت لتشييد بيت من بيوت الرحمن. بهذه الآية من الذكر الحكيم افتتح مسجد الزبير بن العوام. فبشرى لنا أن الله سبحانه وتعالى أذن لنا بأن ترفع في هذه القرية معالم من معالم الإسلام وشريعة من مشاريع من شعائر الإسلام، أن يرفع فيها ويذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. الافتتاح جرى بين جمع من المصلين وأهل منطقة سيدي الأخضر الذين استحسنوا مبادرة مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية. نحضر في افتتاح مسجد زبير بن عوام الصحابي رضي الله عنه في قرية عين إبراهيم بلدية سيدي الأخضر، وكما تعلمون يعني في ظرف حوالي أسبوعين تم فتح 3 مساجد، وهذا بقرار من معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور الأستاذ محمد عيسى. وربنا نعم علينا بهذا الجامع إن شاء الله في القرية تاعنا، الدنيا وما فيها رحمة شابة بنادم من هذا الشيء. اليوم مبارك، رانا فرحانين بهذا الافتتاح تاع الجامع، وهذا الأمة هذا خير. هذا كنا نصلوا نروحوا الفيلاج ولا الدوار ولا كان 4 كيلومتر، كان 14، كان 50، كان الوقت كان يصلي في داره. هي نفحات روحانية هبت وداعبت مشاعر الناس بمجرد سماع صوت الحق يصدح من هذا الصرح الإسلامي. فمن ساهم في بناء مسجد بنى الله له بيتا في الجنة.